العمر الثالث، عمر الدنيا قصير قوي، عمر الأصلاب ده طويل قوي، عمر الفطرة الله أعلم اتغرست الفطرة في قد إيه، هو خلق السماوات والأرض في ستة أيام، كل يوم ويوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، قصير قوي. عمرك من الموت ليوم القيامة لغاية يوم القيامة، عمرك في الجنة أو النار خلود، يا نهار أبيض، 60 سنة ولا 70 سنة ولا 80 سنة ولا 90 سنة، أنت بتغامر في الفرصة الصغيرة. ده كل اللي جاي مبني على دي، ده هو جه في النص، خلي بالكوا، 2 قبله و2 بعده، وعمرك في الدنيا في النص، واخد من اللي جاي قبلك وحتودي باللي جاي بعدك. الاختبار هنا مين اللي هيكسب مين؟ فطرتك هتكسب جيناتك وتستفيد من جيناتك الحلوة ضد جيناتك السيئة، ولا هتقول أصلا أعمل إيه، ما أنا مخلوق كده والظروف كانت صعبة. الفطرة أقوى، صبغة الله ومن أحسن من الله، أكيد الصبغة أقوى من الجينات أكيد. ومش أنا اللي بقول كده، باربرا فريكتسن أستاذة علم النفس بتقول الإنسان تصرفاته في الحياة 50% جينات، 10% بيئة محيطة، صحابه والناس اللي حواليه، 40% إرادته اللي مغروسة جواه اللي هي الفطرة. الله، بس كده 40%، لكن بتقول إيه باربرا فريكتسن؟ بتقوله ال 40% هم اللي بيواجهوا 60%. واختبار الحياة يكون، هل ستبقى عبد محسن؟ هل ستحافظ على النسخة الأصلية؟ ولا هتفرط في النسخة الأصلية؟ النسخة الأصلية دي فيها حاجات كتيرة قوي، أخلاق وقيم وروحانيات متلخصة في كلمتين، عبد محسن، خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وأشهدهم على نفسي على أنفسهم ألست بربكم، عبد محسن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. عيش إنك عبد، تواضع لله، ما تعلاش قوي يا عبد، اوعى مهما نجحت وعملت فلوس والناس شاورت عليك وسقفولك تنسى انك عبد. لو السوشيال ميديا كلها بتقول يا سلام عليك، في الاخر اوعى تنسى انك عبد، حط دماغك في الارض. اكتر امه بتحط دماغها في الارض في كل الاديان والامم هي امه محمد صلى الله عليه وسلم. هل استفدت من سجودك ان تشعر انك عبد؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ان الله خيرني بين أن أكون ملكاً نبياً أو عبداً نبياً، فاخترت أن أكون عبداً نبياً. ده اختبار الدنيا. هتقول لي صعب، يقوم ربنا يطمنك ويقول لك، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. بس ابدأ بإحسان، محاولة إحسان، وشوف أنا هعمل معك إيه. تبدأ بس، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، حنكرمهم ونرفعهم وإن الله لمع المحسنين. حط الإحسان شرط، عبد محسن، ده العمر الثالث.